بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقصر ما يدخل الناس الجنة فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تقوى الله وحسن الخلق لأن تقوى الله هي التي تصلح ما بين الله وبينك وحسن الخلق يصلح ما بينك وبين الناس فبالتقوى تستوجب محبة الله وبحسن الخلق تستوجب محبة الناس.